تعالى وبركاته اخواتي، مرحبا بكم في شهي واسم مغربيه برقيه. كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير. نتوما كتشاهدوا الفيديو ديالي اليوم، اليوم غادي نشارك معكم الغداء ديالي اللي هو طاجين اللحم بالسفرجل. كلشي كيعرفوا غادي على التعريف، وهذا هو الوقت ديالو. وغادي كاينين دول عربيه اخرى ما تعرفوش، ماشي ما تعرفوش، انا ما عرفتش شنو تيقولوا السفرجل، لهذا غادي نبينو منين نجي نقيه، غادي نوريه باش اللي ما تيعرف اللي عنده سميه اخرى يشوفه ويعرفه. قبل ما نبدا الفيديو كان نحب نقول لكم بالله كاع اللي كيدخلوا عندي والمتتبعين ديالي والاخوات اللي تيديروا لي تعليق، ما يذكروش الكلمات المحظوره بحال الكلمه ديال البصمه كيقولوا لها كلمه اخرى، الكلمه ديال الانضمام كيقولوا لها كلمه اخرى، وهذيك قوه الورود وديك الرسومات كلها كتكون من الكلام المحظور، كينقصوا منها المنضمين بزاف. انا شفت شحال من الفيديو كيديروه على حسب هادو، تيقولوا ما خصكمش ديروا هادي وهادي، راكم عارفين بلا ما نذكر الاسماء ديالهم، وهذا مزيان ليا وليكم. اللي كتدخلوا عندها في التعليق ولا عنده في التعليق كيحيدوا الواحد، واللي دار التعليق فيه ديك الكلام المحظور كينقصوا منه جوج ديال المنضمين. لهذا انا بغيت نقول لكم بالله زعما كاع اللي سمع اللي شاف هذا الفيديو وسمع هذا الكلام يدير به، باش كلنا نكونوا بحال دابا كيطلعي في واحد الدرجه وكترجعي للور. هذا هو زعما السبب. وسبب اخر كاين اللي كيدير الانضمام ديالو ويرجع يسحبو كلها والضمير ديالو، هذاك معليش هذاك بالضمير ديالو والامانه اللي دخلتي عنده بالصدق، وهو يدير غير كيدير زعما ما يوفيش بالامانه ديالو، هذاك براسو هو والضمير ديالو. بسم الله على بركه الله. سمحوا لي الا طولت عليكم، نبداو بالمقادير ديال طاجين اللحم بالسفرجل. عندنا هنا البصله وعويد القرفه وربيطه المعدنوس، جوج فصوص ديال الثوم، العطريه عندنا سكينجبير، البزار، خرقوم، عرق، ونص دويمه ديال الزعفران. عندي هنايا شويه ديال ورق الرند ولا ورق سيدنا موسى، غندير منها رويس المعلقه صغيره حيت مجهده، ونص كاس ديال الزيت مخلطه، زيت نباتيه وزيت الزيتون والملحه. نبداو على بركه الله. عندنا هنا كميه ديال اللحم كتبقى على حسب الاشخاص، غادي نزيدو لها العطريه، صيصه ديال شويه ديال ورقه الراند، غير واحد الرشيشه صافي. والملحه غندير لها كويس ديال الماء باش غادي تطلق ديك العطريه، وغادي نردوها للنار يتشحر. من غادي يغلى ويعاود غادي نزيدو عليه الزيت والبصله ونمرقو بالماء طايب ان شاء الله.
عندي هنا عويد ديال القرفه مغسول مزيان صافي. غادي نردها على النار تغلو نطلقها ان شاء الله باش نقيو السفرج. هنا غلات لينا الطنجره غادي نزيدو البصله والزيت والغطه ديال المعدنوس ونربطها بالخيط ديال الطياب باش ما يتحليناش في وسط الطنجره. نقلتو مزيان باش ما يتحلش. غادي نخليوها تغلي شويه غير بلا ما طاب ليا الماء باش نمرقها. وغادي نمرقها ونردها على النار ونسد عليها حيت ونرجع باش نقي معكم السفرجل. انا مثلا نطيبش السفرجل بوحدو ونعسلو بوحدو، لا انا كندير تنطيبو في المرقه اللي طفيها اللحم. تبعوا معايا باش تشوفوا الطريقه اللي تندير. هي غلات الخضره ديالنا والمطاط، دابا غادي نمرقو عليها. غادي نديرو الماء الكافي اللي غيطيب فيه اللحم ويبقى لنا باش يطيب السفرجل باش ما نزيدوش كل مره الماء وكتبسل هكاك المرقه كتبسل. الماء الكافي اللي غيطيب فيه اللحم والسفرجل. نسدو على الطنجرة نردوها على النار. هنا عندي كمية ديال الماء دايرة فيه طريفات ديال الحامض عصرتهم ورميتهم هكاك الشلوف ديالهم باش ندير فيهم السفرجل باش ما يكحاش. ناخد هنا السفرجل ديالنا غادي نقطعو على جوج. انا ما تنطيبوش كما قلت لكم بوحدو ونعسلو بوحدو، لا انا كنسلقو زعما عاد كنطيبو حيت الا سلقتي ديك البنه كاع اللي فيه كتمشي في ديك الماء. ما تنطيبو مع المريقه ديال اللحم، تنزول اللحم ملي تيطيب وكنردو هو وكنزيد عليه قريفه. المهم تبعوا مراحل كاملين، شاهدوا معايا الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا الطريقة ديال الطياب ديالو. نفرقو على زوج، نحيدو له هاد القلب ديالو. نحاولو نحيدو هذا الوسطاني حيت كيكون قاصح ملي كيطيب، واخا كيطيب كيبقى قاصح هاد اللب الداخل. صافي غنضربو عليها، خصنا نحيدوهم من هنايا. غادي نضربو عليها هكا العلامة الزائد فيه ونردوه نديروه في الماء ديال الحامض باش ميتكحاش. نحاولو نحيدو هاد القلب ديالو، هو اللي قلتلكم تيبدا إلا ما حيدتيهش كامل كيبقى قاصح فيه، واخا تيطيب كيبقى قاصح ملي كتجي تاكليه ما تيجيكش مزيان. نبدا نشقوه باش كيدخلوا الطياب. صافي انا غنستمر هكا تنقي كاع الكميه اللي عندي ونتلاقاو ان شاء الله منين نبغي نرد منين يطيب اللحم ونردوه يطيب هو. هذا ما طاب اللحم ديالنا، نحيدتو خليته حيدتو بوحدو باش نطيب السفرجل باش ما يخسرليش اللحم مع منين نجي نهزو ما يضيع عليهش السفرجل. غادي نحط السفرجل
نحطه هكا، ما ندير القلبوش، نحطه هكا باش ملي كنهزوه ما يتحلش. هكا حسن ما كيطيب بوحدو، كاين اللي كيهز المرقة يسلقو ويصفيه ويزيد عاوتاني يحيد المرقة من اللحم ويديرو، وتي كاع المذاق اللي فيه كيمشي في الماء. غادي نزيد واحد جوج معالق السكر، واللي ما تيبغيش معسل بزاف حلو بزاف يدير غير معلقة، جوج معلقات. ولا بد ما نزيد شويه ديال القرفه، ديك القرفه عواد ما كتقنعنيش، غادي نزيد واحد الرشيشه ديال القرفه مطحونه، واخا راه كتكحل المرقه ولكن انا كنفضلها باش كتجي عاطيه النسمه ديالها مزيان. هي واحد جوج رشيشات هكا، عندي هنا واحد شويه ما كملاش نص معلقه ديال الفاني من السم بزهره البرتقال ديال المزهر، حتى هو تنزيدو. صافي غادي نسد الطنجره، غنردو نسد عليه واحد ملي تبدا تصفر واحد 10 دقائق ما كاملاش باش ما يتفس ليناش الصفر، ونعاودو ان شاء الله نتلاقاو في صحن التقديم. صافي ملي نطب اللحم حيدت السفرجل ورديت اللحم في المريقه باش يسخن، دابا غادي ندير عليه السفرجل. هكا ملي كيطيب في المرقة تيجي لذيذ وشارب المريقة والعطرية، حسن ما كيتسلق في الماء وكيرجع عادي ديري له السكر القرفة، ما كيجيش عاطي البدا ديالو مزيان، كتكون ديك المذاق ديالو مشى في الماء، ما كيبقاش كتبقاش فيه البنة مزيانة في السفرجل، كاع الفيتامينات اللي فيه كتمشي في الماء. سخون صافي، انا غادي نستمر هكا حسن نكمل نغطي كاع اللحم بكميه ديال السفرج اللي عندي، ان شاء الله نوريكم الشكل النهائي ديالو. هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديال الطاجين باللحم بالسفرج المعسل، كنديروا شويه ديال البصله هنا معسله، ديك القرفه والسكر سنيده اللي درنا تعسلات فيها، كنديروا شويه من هنا وصافي. نتمنى تعجبكم الوصفه ديالي ديال اليوم وتجربوها، وما تنساونيش من البصيمه والدعم ديالكم والانضمام للقناه ديالي اللي مازال ما انضمش. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى فيديو اخر وصفه اخرى باذن الله.